السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. السفير الإماراتي يشن تسليم مدينة خليفة السكنية، والإعلان عن إطلاق مشاريع صحية في حضرموت بتمويل من دولة الإمارات. محافظ حضرموت يهنئ منتخبنا الوطني الأولمبي بنجاح معسكره الداخلي ويطلع على جاهزية ملعب برادم. وكيل أول حضرموت يشن العمل في مشروعين للصندوق الاجتماعي للتنمية بالريدة وقصيعر. من العناوين التفاصيل، أهلا بكم. دشن محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد الفلاحي، وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا سالم الغفلي اليوم بمدينة المكلا تسليم مدينة الشيخ خليفة السكنية بمنطقة فوه للمتضررين من إعصار عام 2008، حيث تم تسليم نماذج من المستفيدين لمنازلهم ضمن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات. وتشمل مدينة الشيخ خليفة 204 وحدة سكنية تخدم أكثر من 300 أسرة. وأعرب محافظ حضرموت عن الارتياح بتدشين المشروع الإنساني الكبير، متقدما بخالص الشكر والعرفان لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المكرمة وعلى الدعم والمساندة الدائمة لحضرموت ولبلادنا. بدورهما أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ارتياحهما للمشاركة في تدشين تسليم مدينة الشيخ خليفة للمتضررين، ناقلين تحيات قيادة دولة الإمارات ومؤكدين تواصل دعمهم. كما أعرب المواطنون المتضررون عن سعادتهم التي لا توصف بتسليم منازلهم ضمن مشروع مدينة الشيخ خليفة السكني، متقدمين بالشكر والعرفان لدولة الإمارات لإقامتها المشروع الإنساني وجهود ومتابعات السلطة المحلية التي أثمرت إنجاز المشروع. أعلن اليوم في المكلا عن إطلاق مشاريع صحية في محافظة حضرموت بكلفة 66 مليون درهم بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية وبإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن المكرمة الإماراتية لحضرموت. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مدينة المكلا بحضور محافظ حضرموت والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد الفلاحي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا سالم القفلي. وتشمل المشاريع الصحية إعادة تأهيل وصيانة واستكمال بناء 7 مستشفيات وتزويدها بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة، وهي مستشفيات الشحر والديس الشرقية والريدة الشرقية والمكلا وقصيعر وقيد باوزير، وإعادة تأهيل وبناء مستشفى حضرموت للأمومة والطفولة بالمكلا وصيانتها وتزويدها بالمعدات والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى دعم وتوفير الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في ساحل وادي حضرموت. وجرى في المؤتمر توقيع اتفاقية تنفيذ المشاريع الصحية في حضرموت. عقب ذلك قام محافظ حضرموت بتكريم سفير دولة الإمارات والأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي بدرع المحافظة تقديرا لساهماتهما في تنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية في حضرموت، فيما قام أمين عام الهلال الأحمر بمنح المحافظ درع الهلال الأحمر الإماراتي تقديرا لدوره الملموس في إنجاح مشاريع الهيئة في المحافظة. هنأ محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم دون 23 عاما بنجاح معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم بمدينة المكلا. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها المحافظ البحسني لبعثة المنتخب بملعب الفقيد برادم بالمكلا، وتعرف خلالها على جاهزية منتخبنا الوطني الأولمبي وإقراره لقوام تشكيلة المنتخب قبل خوضه لمعسكر خارجي وقبل خوضه لاستحقاقات التصفيات الآسيوية في مارس القادم. وأكد المحافظ أن حضرموت ستظل الوجهة الجميلة لأبناء الوطن، ومباركا للجهاز الفني والإداري نجاح معسكر المنتخب الداخلي بمدينة المكلا، وموجها اللاعبين بضرورة التمثيل الجيد والمشرف للوطن في البطولة الآسيوية القادمة. وقدم محافظ حضرموت حوافز تشجيعية لأفراد ولاعبي بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي تشجيعا لهم وتحفيزا لتقديم عروض مشرفة في المحفل الآسيوي. بدوره أكد الجهاز الفني أن الأجواء والرياضة أسهمت بشكل فاعل في إنجاح الخطة الإدارية والفنية للمنتخب.
اطلع محافظ حضرموت على جاهزية ملعب الفقيد بارادم لاحتضان المباراة النهائية للنسخة السادسة لبطولة حضرموت التي ستقام يوم 8 مارس القادم. واستمع المحافظ معه وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي من مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي وأعضاء اللجنة الرئيسية للبطولة واللجنة الإعلامية للتحضيرات لإقامة المباراة النهائية للبطولة وتجهيز الملعب وتنسيق مواقع الجمهور للناديين المتأهلين والضيوف والترتيبات الإعلامية لنقل المباراة وإصدار مجلة عن البطولة. وأشار المحافظ بالجهود المبذولة لإقامة المباراة النهائية مشددا على ضرورة إبراز الحدث الكروي في أجمل صورة. دشن وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي خلال زيارته الميدانية لمديرية الريدة وقصيعر مشروعين للصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن برنامجه النقد مقابل العمل، حيث دشن العمل في مشروع تأهيل بعض الشوارع الرئيسية في مدينتي قصيعر والريدة مطلعا على مكونات المشروع التي تتضمن تأهيل بعض الشوارع الرئيسية وتنفيذ عدد من الأعمال المتعلقة برفع المخالفات والاهتمام بالنظافة والتحسين. وتفقد وكيل أول حضرموت الأوضاع الخدمية في منطقة شخاوي للإطلاع على الأضرار التي تعرضت لها القرى جراء إعصار لبان. ووجه الوكيل بن حبريش باعتماد وبناء وحدة صحية وتسعة صفوف دراسية بموقع المدرسة الجديد في منطقة شخاوي. وفي سياق متصل وضع الوكيل بن حبريش حجر الأساس لمشروع صيانة قنوات الري والعيون في قرية رضخين والقرى المجاورة المتضررة من إعصار لبان ضمن برنامجه النقل مقابل العمل بكلفة 4 مليون ريال. كما اطلع في سياق الزيارة على أجنحة منشأة الفقيد السقطري والأنشطة المعتمدة فيها والتصورات التطويرية لها بما يسهم في خدمة العمل الرياضي والشبابي في المديرية. رأس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون اجتماعا موسعا للجان المسابقات والأنشطة اللاصفية للفصل الثاني بنات على مستوى مديريات ساحل حضرموت. وفي مستهل الاجتماع أشار الوكيل عبدون بجميع الجهود التي بذلت من قبل اللجان الإشرافية واللجان التحكيمية المصاحبة لهذه الفعاليات وكذلك الإدارات المدرسية التي استضافت هذه المنافسات مؤكدا في الوقت ذاته أنها ناجحة. وحث الوكيل عبدون أعضاء اللجان على الرفع بما أشادوه ولمسوه خلال هذه المنافسات من إبداع وتميز وإعطاء الملاحظات للاستفادة منها بمنافسات الأعوام المقبلة. واختتم الاجتماع بمداخلات واستعراض رؤساء اللجان التقارير التي أشارت بالفعاليات والمشاركين فيها. واحتوت المسابقات اللاصفية للبنات نحو 33 مسابقة متنوعة يتنافس على مراكزها الأولى 1300 طالبة وتلميذة. نظم مشروع الأشغال العامة بمحور حضرموت وأرخبيل سقطرى والمهرة ورشة عمل في مجال البحث المجتمعي في جمع البيانات وأولويات احتياجات المشاريع باستخدام منهجية البحث السريع بالمشاركة مع BRA. وتناولت الورشة التي يرعاها محافظ حضرموت ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الأسس التي من خلالها يستطيع الباحث جمع البيانات وفق المعايير الأساسية وفهم مجتمع البحث لتلبية احتياجاته من المشاريع الصحية والتعليمية والطرق والصرف الصحي والعمل على استخلاص تقريرا لمشروع التدخل. واستهدفت الدورة 30 متدربا من الجامعيين والمهتمين بالمجال المجتمعي. وأوضح مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني دكتور عبد الباقي الحوثري أن الورشة التدريبية والعملية تعمل على دراسة المشاكل في أوساط المجتمعات التي تعاني منها في ظل انعدام المشاريع وقلة الخدمات داخلها مع وضع الحلول المناسبة التي تسهم في حلها. ضبطت نقطة الصلب التابعة لمحور الريان على مهرب لمادة الحشيش المخدر قادم من وادي حضرموت بأحد باصات شركات النقل. وجاءت هذه العملية أثناء التفتيش المشدد للقادمين إلى ساحل حضرموت. وضبط المتهم وكان بحوزته أكثر من 4500 جرام من مادة الحشيش المخدر لتهريبها للمكلة. وتم تسليم المتهم والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وبدوره توجه نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت المقدم عبد الله بن شبلان بالشكر لقيادة وأفراد نقطة الصلب لأخذهم الحيطة والحذر والتفتيش الدقيق مؤكدا على ضرورة مساندة كافة الجهات الأمنية والعسكرية وتكاتفها للحد من هذه الآفة.
نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بساحل حضرموت نزولا توعويا إلى مدينة شحير بتنفيذ من ملتقى شباب صابرة تطوعي في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني. ويهدف النزول الميداني إلى تعريف الطلاب بأهمية جهاز الدفاع المدني والإجراءات الاحترازية للوقاية من الحرائق وإجراءات الأمن والسلامة العامة يقدمها عناصر من الدفاع المدني بحضور طلاب المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعريف الطلاب بالمسارات ينبغي اتباعها ونقاط التجمع في حالة حدوث حرائق وتعزيز برامج التوعية والإرشاد بين الطلاب لضمان سلامتهم وتعميق مفهوم الحماية المدنية والحد من أخطار الحرائق في المدارس. شهدت مدينة التريم اختتام المرحلة الأولى من الرش الضبابي والرذاذي ضمن مشروع النقد مقابل العمل بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة، وتهدف المرحلة الأولى إلى رش مستنقعات المياه الراكدة وأماكن تكدس القمامة في أكثر من 20 حي ومنطقة بالتنسيق مع مكتب الأشغال وصندوق النظافة بتريم للحد من انتشار البعوض والحشرات الضارة. ومن المتوقع أن يبدأ الرش الضبابي والرذاذي في مدينة المكلا خلال الأيام القليلة القادمة. في هذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرة هذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. السفير الإماراتي يشن تسليم مدينة خليفة السكنية والإعلان عن إطلاق مشاريع صحية في حضرموت لتمويل من دولة الإمارات. محافظ حضرموت يهنئ منتخب الوطني الأولمبي بنجاح معسكره الداخلي ويطلع على جاهزية ملعب برادم. وكيل أول حضرموت يشن العمل في مشروعين للصندوق الاجتماعي للتنمية بالريدة وقصيعر. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.